أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم اتحاد غرف تجارة وصناعة دولة الإمارات العربية المتحدة، أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجهودكم الطيبة ومساعيكم الحميدة التي في تنظيم هذا المؤتمر، والذي يعتبر تظاهرة عربية ناجحة تجمع بين أطراف الإنتاج الثلاثة. السادة الحضور، إن المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على حركة التجارة والاستثمار إنما هي ضرورة تحتاج إلى الدعم والمساندة والجهود المشتركة والتعاون الفاعل بين جميع الدول العربية، وذلك تحقيق لصالح التنمية المستدامة. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً وناجحاً في تهيئة البيئة الاستثمارية الخصبة، وذلك ترجمة لرؤية واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة المئوية 2071، والتي تعنى بتعزيز المعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير الطاقات البشرية وإفساح المجال للقطاعات الخاصة بالمشاركة الفاعلة في جميع المناحي. وقد برزت نتاج هذه الرؤية الحكيمة في نمو المؤشرات الاقتصادية الدالة على تقدم القطاع الخاص بمختلف فئاته، ومنها نمو الناتج المحلي الإجمالي، نمو رأس المال الثابت، استقرار آمن لقيمة الدرهم الإماراتي في سوق صرف العملات، الممارسة الحرة للأنشطة والفعاليات والإجراءات والخدمات اللوجستية، إبرام الاتفاقيات ومنع الازدواج الضريبي. وفي ظل هذه البيئة الاستثمارية الواعدة، برزت المرأة الإماراتية برعاية كريمة من القيادة الإماراتية بكافة مستوياتها في كافة المجالات، ودخلت القطاع الخاص في إدارة المشاريع الاقتصادية في سوق العمل، وجاء قانون العمل الاتحادي حامياً للمرأة حافظاً لحقوقها مرتكزاً على شريعتنا الإسلامية التي كفلت للمرأة كافة حقوقها. ختاماً، أكرر لكم السادة الحضور الشكر والتقدير، والشكر موصول لمنظمة العمل الدولي ولرئيسها، ولكم كل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.